ومن القاهرة ينضم الينا الاستاذ الدكتور محمد علي واستاذ الادب المقارن بجامعة القاهرة دكتور محمد اهلا ومرحبا بك على شاشة الغد. اللغة العربية هي رمز للهوية واقدم اللغات السامية وايضا لغة العبادة لمليار ونصف المليار مسلم في جميع انحاء العالم. في اليوم العالمي لاحياء اللغة العربية، كيف يمكن ان تصف او تقيم انتشارها؟ فيما يتعلق باللغة العربية، أولاً أهلاً وسهلاً ومرحباً في اليوم العالمي للغة العربية. اللغة العربية يعني ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين اعتراف المنظمات الدولية باللغة العربية لغة رسمية عاملة في الأمم المتحدة ومنظماتها، وبين التاريخ المجيد للغة العربية التي كانت الجسر الوحيد الذي ربط بين الشرق والغرب والذي احتضن يعني مصنفات العلم المختلفه وعبر عن المشاعر الانسانيه في مشارق الارض ومغاربها. هنا نفرق بين ما يمكن ان نطلق عليه الظاهره والقانون. عاده القانون ياتي بعد انتشار الظاهره. الامم المتحده اعترفت باللغه العربيه لغه رسميه في مؤسساتها بعد ان اصبح العرب امه مرهوبه الجانب بعد انتصار العرب في اكتوبر 1973 لكن قبل هذا التاريخ كانت اللغه العربيه هي اللغه العالميه الاولى على متن القاره الاوروبيه يشهد بهذا لا المتحدثون باللغه العربيه وانما المستشرقون انفسهم اذكر نعم. من ذلك على سبيل المثال ان الدكتور طه حسين على الرغم من انه كان فاقدا للبصر فقد كان عميق البصيرة يعني قوي الأثر في النظرة المستقبلية لما ينبغي أن تكون عليه اللغة العربية طيب. أنشأ على متن القارة الأوروبية في مدينة مدريد نعم. عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف معهدا يسمى المعهد المصري للدراسات الإسلامية وقد كان عاكفا هذا المعهد على متابعة أنشطة اللغة العربية في كل أرجاء القارة الأوروبية وكان يفيء إليه كبار المستشرقين الذين يكتبون بالايطاليه ويكتبون بالفرنسيه ويكتبون بالاسبانيه والبرتغاليه طيب سيدي هل تاخر هذا القرار للاعتراف باللغه العربيه لغه رسميه في 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 قاعه في قاعات الامم المتحده نعم نعم تاخر كثيرا هم. لانه لماذا يعني لماذا هذا التاخير المستشرق لضعف الأمة العربية الأمة العربية عندما كانت أمة قوية مرهوبة الجانب عندما كان لها وجود على متن القارة الأوروبية نعم. على متن ثمانية قرون بدلا من من 711 ل 1492 كانت الأمة العربية أمة مرهوبة الجانب وكانت اللغة العربية لغة الأمة القوية وكان نعم ولكن كيف يمكن أن, أن نقارن الوضع الآن فيما سبق نحن اليوم اللغة العامية تسيطر على الشارع العربي أتحدث هنا ليس عن مصر فقط ولكن عن الدول العربية بشكل عام لماذا برأيك أصبحت اللغة العامية هي التي تسيطر على الشارع وربما اندثرت قليلا استخدام اللغة العربية؟ الإحصائيات التي ذكرت في التقرير الذي أذيع على القناة يشهد بتراجع اللغة العربية حتى بين العرب أنفسهم اللغة العربية ليس الخطر الذي يداهمها هو خطر العميات فحسب وإنما خطر اللغات الأجنبية التي بدأت تزاحم اللغة العربية في الحياة لن تقوم للغة العربية قائمة إلا إذا أصبحت لغة حياة بمعنى أن تعايش الناس لابد ان نستبعد قليلا اللغه البدويه التي قيلت في العصر الاموي وفي العصر العباسي وفي العصر الجاهلي هذه هي التي تفرض على الطلاب في المدارس لغه تعبر عن اقوام غير موجودين الان لابد ان نقدم لهم لغه تعبر عن حياتنا المعاصره لابد ان نقدم لهم نصوصا ولسنا في ضائقه نعم من ناحيه الابداع الادبي الابداع الادبي كثير جدا نعم الاستاذ الدكتور محمد علي واستاذ الادب المقارن بجامعه القاهره كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك